بسم الله الرحمن الرحيم. ناظرین السلام علیکم. انشاءاللہ آج ہم آیت الکرسی تجوید کے ساتھ پڑھیں گے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم.